هل أكملت التحديث السنوي لمعلومات الطالب؟ تطلب مديرية التربية الثانوية الموحدة من أسرنا القيام بإكمال عمل تحديث المعلومات السنوية في أقرب وقت ممكن لمساعدة المدارس على الاستعداد للعام الدراسي ولمساعدة مدارسنا في الحصول على التمويل اللازم لدعم نجاح طلابك. وهنا كيفية القيام بذلك. تفضل بزيارة موقع بوابة ولي الأمر معلومات على www.sanone.edu/parentportal حيث يمكنك تسجيل الدخول باستخدام رقم التعريف الشخصي وكلمة المرور. إذا كنت لا تعرف رقم التعريف الشخصي وكلمة المرور الخاصة بك فيمكنك إعادة تعيينها هنا. ومجرد تسجيل الدخول للموقع المذكور قم بالنقر فوق رابط تحديث المعلومات في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة. سترى جهة الاتصال لمعلومات ولي الأمر أو الوصي على الطالب أو اسم أو أسماء الطلاب إذا كان لديك عدة طلبة. ضمن معلومات الاتصال الخاصة بك سترى أربعة أقسام: التركيبة السكانية، المسح الخاص بالسكن، نموذج تمويل المدرسة، توفر جهاز الحاسوب وخدمة الإنترنت. قم باستخدام زر تعديل لمراجعة وملء كل قسم. سيفتح نموذج تمويل المدرسة رابطا جديدا، لذا يرجى التأكد من إيقاف مانع فتح النوافذ في هذه الصفحة. ومجرد الانتهاء من ملء كل قسم ومراجعته ستحتاج بعد ذلك لمن المعلومات الخاصة بطالبك أو طلابك. انقر على تعديل كل طالب لمراجعة وتحديث جميع الحقول المطلوبة. قد يتم تقديم خطوات إضافية بناء على مدرسة الطالب. في قسم الإقرار تأكد من النقر فوق مربع الاختيار الموجود أسفل الشاشة للإقرار بأنك قمت بإدخال 2 على الأقل من جهة الاتصال في حالة الطوارئ وإكمال الاستبيان الصحي واستلام دليل الأسرة وجميع الإشعارات الأخرى المطلوبة. بمجرد النقر فوق مربع الاختيار ستتمكن من النقر فوق الزر تثبيت لإكمال العملية. تعتبر هذه المعلومات بالغة الأهمية للمدارس لتلقي الحد الأقصى من التمويل المالي لكل طالب. نشكرك على اتخاذ هذه الخطوة المهمة في استكمال العناصر الأساسية لمدرسة الطالب.